الحب تجربة كتير مهمة، في ناس بيفلت من ايديهم وما بيقدروا يحافظوا عليه، وفي ناس قلبهم بينكسر وبينجرحوا، وفي ناس بيدوروا على حب جديد، وفي ناس عم بتعيش لحظات الحب ومبسوطين باللي عايشينه، بس ما حدا بيعرف شو كاتبله القدر. كل واحد فينا بيتمنى إنه حياته تتغير، طبعاً تتغير لتصير أحسن. الصغار ممكن تتغير حياتهم بلعبة صغيرة، والكبار بيحلموا بحب جديد، وفي ناس بيتمنوا شي معجزة، بس الحياة مو دائماً بتمشي مثل ما نحن بنتمنى أو بتحقق الشي اللي بنحلم فيه، بالعكس ممكن تقسى كتير علينا وبتتغير بفراق شخص أو بخيانة، وأحياناً حادث بيأثر فينا. معك حق، رح تستغرب لما تفيق وتشوفني جنبك، بجوز ما تعرفني. متغيرة عليك؟ قصيت شعراتي فشكلي تغير كتير. يلعن ابو هالقصة، رجعت جرحتك؟ بس جرحك مو مبين، لا تخاف كتير صغير، أنا ما بفهم بهالشغلة. لحظة شوي، ليك غسان بس تفيق رح تشوف انه في بوجهك جروح كتير صغيرة وناعمين، الله وكيلك. ها بس تشوفهم لا تعصب، قصدي عصب بس في، المهم تفيق، تقدر تعصب قد ما بدك. غسان الله يخليك. غسان فيق الله يخليك، والله طولت كتير علي، بس لو أعرف مين اللي عمل فيك هيك. تقبلي تتزوجيني؟ نيرمين تفاجأت بهذا العرض، وطبعاً انبسطت كتير وحست إنه في أمل بحياتها، بس ما كانت بتعرف تاريخه الأسود لحسان، ولا بتعرف شي عن أسراره. حسان بالحقيقة كان قبل 6 شهور رجال متزوج، ومرته غصون كانت بتبين إنها مبسوطة منه. الله معك حبيبي. بس جوزها كان مهووس ومتعلق بالنظافة والترتيب لدرجة مو طبيعية، وهالشي كان هالكها، وصارت تحلم دائماً إنه تكمل حياتها بدون حسان، وهالشي كبر ووصلها لمرحلة قررت إنه تتركه وتروح. ماما ماما، بابا راح، بابا راح، بابا راح، بابا راح، بابا راح. وهيك فجأة حست إنه مانا خايفة ولازم تتحرك، وإنها بدها تغامر بكل شي لحتى ترتاح، وشو ما صار حتى لو اضطرت إنها تقتل. مانا خايفة، وما حدا رح يقدر يوقفها أبداً. حياتها عبارة عن طريق طويل كتير، ممكن صدف صغيرة تغيرها، والسيد حسان ممكن إنه بقعة صغيرة تترك أثر كبير بحياته وتغيرها، مع إنه ما كان متوقع هالشي. غصون، هذا أنت؟ كأنك ما رحت على الشغل وعم تنظف كمان؟ مزبوط، أنا اليوم أخذت إذن من الشغل، ووقعت القهوة على الأرض وكنت عم نظفها. أنا استعرت هي من غصون وقلت بجيبها بتلزمها. غصون مو هون، راحت لعند أمها. إمتى راحت؟ المسح حكيتها على التليفون وما قالت لي شي. اتخانقنا من الصبح وحملت حالها وراحت بسرعة، بس ترجع بقول لها تحاكيكي فورا. حسان كذاب، حسان كذاب، حسان كذاب. طالما هيك الموضوع أنا رح أتصل بخالتي أطمن إذا غصون وصلت لعندها. ومثل أغلب الرجال حسان كمان بيكره الجيران وبيتضايق من تدخلهم بكل القصص، وبيكره القرايبين كمان. الله معك. وطبعا أكتر شي بيعصبه لما حدا ما بيسمع كلامه. حسان ما بيحب أبدا إنه حدا يوقف بوشه أو يقول له لا، وقتها رح يعمل أي شي. بتعرفي بهداك اليوم اللي تركتني فيه غصون تخربطت كل الأمور، بس هلأ حاسس إنه هداك اليوم كان أحسن يوم شفته بعمري. عطي لحالك فرصة نيرمين ورح ضل جنبك، بس كمان أنت لازم تعطيني فرصة لإلي. حسان أنا والله ما بعرف شو بدي أقول، يعني أنت فاجأتني بالموضوع، بعدين أنا ما صار لي غير كم شهر خسرانته لبهجت، والقرايبين والجيران كلهم شو رح يقولوا علي؟ كمان لا تنسى عندي اولاد، شو بدك اياني اقول لهم؟ حسان خير، شو في؟ لا تواخذيني نيرمين، بس هي البقعة كتير عصبتني. شو هالحظ اللي عندي يا الله؟ يعني لو في حدا قاعد وعم يدعي علي ما كان صار فيني اللي صار فيني هلا. أنا هالزلمة بجلسة واحدة كان لازم أخلص منه، مرة بيقولوا عطلة قضائية ومرة ما بعرف شو، هالشغلة ما في غير عم تمط يا جمال، خلصني. زينة خانم أنا قلت لك قبل هالمرة وراح أرجع عدلك إياها، عم بتقولي إنه شفتيهم بس ما عندك شهود. يا روح يا جمال، إذا في شاهد ولا ما في شاهد شو رح يقدم ولا يأخر بالموضوع؟ عم قل لك شفتهم لازقين ببعضهم شباك. وأنا عم قل لك هالشغلة ما أنا سهلة لما ما بيكون في شاهد. احذري أنت شو لازم تعملي هلا، لازم تسمعي كلامي وكل شيء بقول لك إياه بتعمليه بالحرف الواحد، فهمت علي؟ جمال ركز معي شوي، هو ما بيقدر ياخذ مني البيت ما هيك؟ لا يا روحي لا تاكلي هم، كل الاملاك اللي بتشتروها ضمن الزواج بتكون مشتركه، بس شوفي ما بصير تعصبي منه وتتركي البيت وتروحي ماشي، واذا تصرفتي عكس هيك انا جمال لك مو عيب عليك؟ ولا مو على اساس انت صديق العائله؟ اصلا كل هالشغله كبرت بسببك انت. يا سيد لؤي انا محامي وهي شغلتي، لا تواخذني. واطي انقلع ولا تضرب انت وشغلك. شايفه ما هيك؟ بسبب حضرتك يا خانو انفضحنا قدام الناس كلهم. قلت اللي بسببي انا؟ لما جبت البنت ونيمتها بفرشتك ما انفضحت ابدا؟ هلا عم تنفضح ما هيك؟ فيه لك انت ما عم تخليني احكي لك شو صار، صار لي شهور وانا عم حاول احكي لك القصه، لك والله قلت لك انا كنت مريض وفكرت انه انت لك بشو. خلص بكفي بقى، بكفي لا تحكي لي هالشغلات، انا ما بدي اسمع منك شيء ابدا. حمل حالك وانقلع من بيتي فورا يلا. قلتي لي بيتك انت، ما كانه مو بيتي، لك هالبيت بكل عفشه واللي فيه قرش قرش انا اللي دفعتهم. بالله جد أساساً بهالبيت كل التماثيل وكل التحف الفنية بكل زاوية أنا اللي تعبت فيهم، أنا ما رح أتنازل عن هذا البيت أبداً، فهمت؟ مرحبا، كيفك عمر؟ سره الكبير لعمر هو بنت صغيرة عمرها 12 سنة، جبتنا مشان توقفنا على الباب؟ تفضلوا. وهالبنت الصغيرة أول مرة بتنعرف. مرحبا. اجت هي وأمها فجأة على بيتها لرفيف. رفيف؟ هي منال وهي ملك. أهلا وسهلا ملك. أهلين خالي. اجوا معهم نتائج تحليل إثبات الأبوة. بيتكم حلو كتير، الله يهنيكم فيه. شو عمر، ما بدك تقلنا ارتاحوا؟ ارتاحوا. ليش عم تطلعوا فينا هيك؟ مزبوط، انتوا عم تستنوا ورقة النتيجة. عمر فوت البنت لجوا. ملك في جوا ألعاب، قومي العبي فيهم وخلينا نحكي كلمتين لحالنا. لا لا، هي بتعرف كل شيء، أنا ما بخبي عنها شيء أبدا. تفضل. بنسبة 99.9% وجد أن هناك تطابق بفحص دم ملك جنار. مزبوط، مو معقول. وليش هيك اتضايقت؟ شو دخلها بالموضوع؟ أنت طلبته وأنا عملته، هي شو دخلها؟ رفيف أنا ما بتحمل شوفك بهالحالة، يعني إذا بدك قلعيني بس بترجاكي لا تزعلي. ليكي شو ما قلتي أو عملتي الحق معك، تمام؟ فكري شوي وإذا بدك منطلق رفيف. لا أنا ما شبت سيرة الطلاق منو. يعني اللي بدي أقوله كانت قبل ما تعرفني أنا. مزبوط، أنا مستحيل خونك وأعمل هالشي فيكي، بتعرفيني ومتأكدة. ما بعرف، أنا هذا اللي مواسيني أصلا، بس يعني هذا ماضيك إلك وعائلتنا ما دخلها، لأنك أنت من زمان عشته. ما طبعا أنا مستحيل خلي هي المرة تنزع كل شي بنينا. طيب شو بدك تعملي؟ صار لها شهور ملاحقتنا وما عم تتركنا نعيش. أنا ما رح أتركك لحالك تحل هي القصة عمر. شو عم يصير برا؟ مو معقول. ليش كسرتيها؟ هلا بيتضايقوا منا. دورت على قنينة مي لأنه نشف ريقي من العطش، شو أعمل؟ أنا هلا بلمن حياتي. لا خلص طلعوا، أنا بلمن. يلا الكل يطلع لبرا. اصحك تجرحي حالك. خلص أنا بلمن. تعالي ملك ما تقربي، خالي رفيف بتحب تكون لحالها وهي عم تشتغل. لك شو صار لك انتي؟ بتعرفي حالك انك مجنونة؟ ما يعني لا تفكري اني كتير مبسوطة، حطيت يلي فوقي ويلي تحتي لوصل لهون وصرفت كل يلي معي، بلاوي زرقاء. يعني لا تفكريني كتير مبسوطة، وانا صار لي كذا سنة دايرة بالي على البنت لحالي، انتي بتعرفي هالشي. مو الحق عليكي انتي؟ بتفوتي على حياة زلمة عمره 22 سنة وبدون ما تخبريه بتتركيه وبتروحي، وبعد 12 سنة بتجي وبإيدك بنت وبتقولي له هي بنتك. معقول؟ ايه كذبت عليه. بعدين هي مشكلتنا أنا وعمر، بس أنت شو دخلك فينا؟ أنا شو دخلني؟ كيف شو دخلني؟ عمر هلأ بيكون جوزي، وهي المشكلة مست عيلتي. ملك بنته لعمر مقبول ونحن منتحمل مسؤوليتها، بس هذا مو معناته إنه رح نتبناكي أنت كمان. يعني بالمشرمح هي القصة ما بتخص عمر بس، من هلأ هي القصة صارت بتهمني. بقى ديري بالك منيح، عم تفهمي علي؟ ملك ملك تعالي لهون، بدنا نروح. أمي؟ لحظة، ما بدي روح. بابا؟ منال شو صار لك فجأة؟ تعالي ملك، كأنه نحن هون مو مرغوب فينا. شو؟ كيف مو مرغوب فيكن؟ شو هالحكي هاد؟ روح اسأل مرتك. هي بدها ياكن تضلوا ما هيك رفيف؟ رفيف؟ طبعا. عفوا ما سمعت. قلت طبعا. والله أنا ارتحت لكم كثير، وعلى فكرة مثل هالسعر ما رح تلاقوا. بدي وقفي شوي، خليني أشوف الغرفة اللي كانوا عم يربطوا فيها هذا القاتل، وخليني أشوف السلاسل اللي كانوا رابطينه فيها كمان. الله يوفقك، خليني أشوفها. خالي ماجدة والله هالحكي مو وقته هلا، الجماعة عم يتفرجوا. شو جابك هلا قدام الزباين؟ حدا بيحكي هيك حكي. روحي مشي هلا. دقيقة بس، دقيقة لا تخليني أكسر لك الإيد الثانية ولم عليكي كل الناس. هلي عنا يا عقل. انتوا تفضلوا معي لورجيكم الزينة بتاخد العقل. حق علينا اجينا على حارة ما بنعرفها. لك لوين رايحين؟ استنوا شوي بس لكم شغله. انتوا ليش عم بتردوا على حكيها هي المجنونه تبع الحاره وما حدا بيرد عليها بنوب؟ فو عليك يا قليله الادب، انت المجنونه اصلا. خالي ماجده ليش هالحركات؟ يعني انت ليش ما بتتركيني بحالي؟ مو معقول ما اسالك يا مخلوقه. شوفي هي هربتي لي الزباين. ايه معك حق، ما كان وقته، لا تواخذيني. هلا رح تورجيني غرفته لهذا المجنون؟ يا بنت قال فيها سلاسل كمان صح؟ ايه صح خالي ماجدة، فيها سلاسل جوا كثير بتتسلي. انتي روحي لهونيك وانا جايه لعندك لورجيك السلاسل. اذا ما ربطتك فيهم هلا انا ما بيكون اسمي امل، والله رح ربطك وما خليكي تتحركي ابدا. انا لامتى بدي اتحمل مجانين هالحاره يا ربي؟ بس فهمني. اول ما تفتح عيونك رح تشوف بوشك هي، يعني اكيد رح تشوفني انا قبلها، بس بركي انا رحت على البيت مشان جيب شي غرض من هونيك. خلاص انت فهمت علي. ما تتذكر هداك اليوم كان كتير حلو وأنا كنت كتير خجلان، بس كان يوم بجنن. أنت إذا فقت رح نتواعد مرة تانية ونروح عالسينما. أنا كيف نسياني هدول السماعات بأدنيك؟ أنت ما كنت عم تسمعني ما هيك؟ يا الله شو بجدبها. معلش خلص بعدين بعد لك شو حكينا. غسان انا هلا رايحه لعند زينه شوي. ايه ماشي روحي، وعدني بس تفيق تدق لي فورا. بزعل منك اذا ما دقيت لي، ها؟ وصدقني ما عاد تشوفني بنوب. شو ياسمين انت دائما هون؟ شو ما في حدا تاني يساعدك؟ انا مالي متضايقه وطبعا في مين يساعد، اهله عايشين، في امه، بس خالته عطتك عمره وامه راحت على الضيعه، بس هي قالت لي اول ما يفيق بتصل فيها وبخبرها فورا. انا بعرف انه ما بتحبي تسمعي هالحكي، بس غسان ما عم يحس. لا دكتور، لا ما بحب اسمع هذا الحكي، بعدين لا تخليه يسمعك. ياسمين ما راح يسمع شيء، هو بغيبوبه. بترجاك لا تحكي هيك، في احتمال ما يفيق ابدا. خلص رجاء تفائل بالخير. شو بنا؟ هو عم يسمعنا، بعدين طلع على وجهه على الموسيقى بينبسط ودائما بيبتسم. مستحيل انت عم تتوهمي. اسكت واطلع لبرا اذا بتريد، رجاء. دايما بتجي وبتهز لي بدني وبدنه. شو بنا دكتور؟ ليش ما عم بتصدقني؟ هي الغيبوبة في ناس فاقوا منها، أنا سمعتها بالأخبار. وين كانت؟ بالبيرو. إيه هن فكروا إنه الزلمة مات خلاص. ياسمين خانم بس تخيل إنه الزلمة فجأة فاق. ياسمين خانم أساساً هذا لأنه كان معجزة عم يحكوا عنه بالأخبار. إيه؟ معناتها في شيء اسمه معجزة؟ طبعاً في، بس عنا بالطب هذا الشيء أكيد مرفوض، ومشان هيك لا تتفائلي كثير. دكتور أنا برأيي إنك تسكت أحسن، إيه؟ عن إذنك. كنان؟ أنت شو عم تعمل هون؟ أنا هون مشان أمي. شو صار لها؟ امبارح بالليل صار معها نزيف بدماغ. لا تقلي غيبوبة، مو ناقصة مشان الله، لا تقلي بغيبوبة. ما أنا بغيبوبة، طلعت من العملية قبل شوي وصارت بالغرفة. ماما خالدة. إيه؟ يا الله بحبها كثير أنا. وهي كمان بتحبك كثير. ليكي أنا بدي روح، بدي ورجي الدكتور على هي التحليل، تمام؟ استنى دقيقة، في شيء بقدر ساعدك فيه؟ عن جد قلي كنان. يسلموا ياسمين، إذا بدي شيء أنا بقول لك فورا، تمام؟ عم أقول لك عندي شغل إذا بتريدي. ماما خالدة الله يقومك بالسلامة يا أمي، بس بتعرفي أنا رح ضل جنبك، أزمة وبتمرق. قال لي الدكتور وطمني بعد كم يوم رح تقومي، لا تخافي أنت، إيه؟ لازم تضلي قوية من شان تقومي بسرعة. كنان كيفها؟ يا روحي أنا، يا روحي. كنان قوم أنت غسل وشك، روح بلا ما تشوفك بهي الحالة. يلا قوم بسرعة. ماشي. يا الله كتير مصفر وشك، دخيلك يا ربي ليش هيك عم يصير معنا؟ بس أنا ما عم بحكي على الفاضي والله، يعني على القليلة هذا ابنك يقول لي مثلا الواحد بيقول إنه أمي مرضانة، أمي لا 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 لا، بعد الحمى بعد الحمى. خير ياسمين، صار معك شيء؟ لا لا لا، روح روح روح. أنت غسل وشك منيح مشان ما يبين عليك التعب. ها ياسمين؟ يا أمي ياسمين، خوفتيني. أنا فوق ما بتتخيل تأثرت، مو معقولة حالتها هيك. ياسمين أنت عن جد إنسانة كتير حساسة، يعني أنت بالحقيقة وحدة بتتقلي بالذهب، بتعرفي هالشي مزبوط؟ صادقة ودافية وحنونة كتير. آخ يا أمي آخ، كانت تحبك كتير، بتعرفي ما هيك؟ وأنا كنت حبها كتير. شبك؟ ليش هيك عم تطلع كأنه ماتت؟ استغفر الله. على شو عم تطلع؟ ولا شي. أي بس تفيق أمك حاكيني. مو مشكلة. عفواً، بتقدري تساعديني بشغلة؟ طبعاً. صار معي شي جوا. ايه؟ ممكن تغيري الشراشف؟ ايه أكيد طبعاً. شكراً لك كتير. لا ولا، يعطيك العافية. يلا حبيباتي جهزوا حالكم، بدي أبعت لستكم صورتكم بأول يوم بالمدرسة. وأنت عود معهم حبيبي. ايه؟ ماشي حبيبتي. يلا. رفيف معلش تظبطي لي قبة الكنزة شوي؟ ثواني. رفيف مالك واقفة هنيك وعم تطلع علينا؟ إذا ما صورناها معنا رح تزعل كتير. شو لازم نساوي؟ مالك حبيبتي بتحبي تقعدي مع الولاد تتصوري؟ طبعاً. شكرا كتير رفيفة، أنا بعرف إنه القصة ما أنا سهلة عليكي لأنه الصورة رايحة لعند أمي. عمر خلاص، هي لساتها صغيرة وما لها علاقة بكل هالمشاكل. يلا روحوا اقعد. يسلموا. يلا لشوف الكل يضحك لأنه هلا أنا رح بلش آخذ لكم صور. هذا اللي ناقص. وأنتِ شو قعدك معهم؟ بدي أتصور معكم. مو هاي صورة للعيلة؟ ليش أنا مو من هالعيلة كمان؟ عمر معلش تجي كأنه في شي بالكاميرا. بالله شو القصة؟ من شوي كانت شغالة. ما في شي بالكاميرا منوب، هي المرة خليها تقوم من محلها. طيب طولي بالك شوي على أساس الكاميرا فيها شي. عمر عم قلك لك قومها، هي الصورة للعيلة وأنا ما بدي هي المرة تكون موجودة بصورتها. معلش شوفها للكاميرا؟ أنا بألمانيا اشتغلت محل تصوير وبفهم كتير بهدول الكاميرات. بس هي مانا منزوعة، لا كأنه فيها شيء. طيب اتركيها. تمام. طيب اتركيها. تمام. اوكي. يا ريت تروحي تقعدي مكانك. بدي أعذبكم بشغلة، كل واحد يقعد لحال وخلي بيناتكم مسافة وإيديكم خليها لتحت، نزلوهم. إيوه تمام. أنا بعدين بالمقص بقص الصورة وبشيلها من عيلتنا. طيب عمر أنت روح لهديك الجهة. ماشي حياتي. إيوه وهلأ جاهزين ما هيك؟ جاهزين. كتير منيح. وهلأ تضحكوا بعد شوي رح تصور، خليكم مبتسمين. بس الصورة ايه؟ كتير مملة هيك. تشاو. رح يعجبون للبنات. يكون عندك علم المساء صالح ومرته جايين لعنا. شو؟ لك انت شو عم تقول؟ انت ما بيصير تعزم حدا على هذا البيت قبل ما تاخذ اذني انا. بالله شو؟ هذا بيتي كمان. طالما انا موجوده بهذا البيت هلا ما بيصير حدا من طرفك يجي على هذا البيت بنوب، عم تفهم؟ لك لا تعصبينا هلا، انا وهالزلمه بدنا نشتغل سوا واليوم المساء رح نوقع العقد. بعدين مرته من شهور قالت لي انه بدها تتعرف عليكي، شو اعمل؟ يعني ما طلع بايدي الغي الموعد. اي والله انجبرت. انت مجبور، هي مشكلتك، بس انا ماني مجبوره على شي بنوب. بعدين انا هلا ماني حابه اتعرف على حدا نهائيا. شيل هدول البنات رح يجوا، يلا شيل هالشرشف والمخدر بسرعه يلا. تركي، عم قول لك اتركيهم، بلكي بيجوا بيشوفوا شو عم تعملي فيني يا مجنونه. اجوا، عجبك هيك؟ مرحبا، شرفتوا، يا اهلا وسهلا. رجاء تفضلوا 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 تفضلوا. زينة إذا بدك بنروح لعندي مو أحسن؟ شو هالحكي يا نيرمين، والله عيب عليكي، أنا من الصبح عم جهز الأكل، لا تروحوا كل تعبي على الفاضي. تفضلوا قعدوا، يلا تفضلوا. نشلح؟ لك لا تشلحي ولا شي، أصلا البيت كتير وسخ وما بدي أشتغله. يلا فوتوا، يلا تفضلوا ارتاحوا. أهلا وسهلا. شيل هالكركبة من وشي وانقلع يلا. قلت لك اتركيهم. زينة شايفين بعيونكم؟ هالمرة ما بتخلي الواحد يرتاح ببيته أبداً. الحق مو عليها يا سيد لؤي، عيب عيب، الشخص المذنب لازم يعرف غلطه ويحط راسه بالأرض. نيرمين خلص اتركيه مشان الله، ولا تعذبي حالك بالحكي مع هيك واحد. لك ما بيكفي اللي عمله فيني وفوقها عم يقل الأدب قدامكم. بعد بعد لشيل الشرشف. زينة خليكن دائما عم بتدافعوا عن رفيقتكن، ماشي؟ أنا كنت نايم وحرارتي 40 وماني حاسس على حالي، صدقولي أنا ما دخلني أبدا، وهديك البنت مجنونة. بعدين لعلمكن ما صار شي بيناتنا بنوب. شو هالمجنون ها؟ ما بعرف شو بده يصير بيناتهم، بس أكيد إنه زينة بدها تصبر وتستنى لحتى يصير وقت جلسة المحكمة. الله يعينك يا زينة على هالوضع، مو عايشة بنوب؟ إيه هيك، ها خلينا نقعد ونحكي براحتنا. خفتي؟ وانت شو عم تعمل هون؟ خوفتك مو؟ لا وليش بدي خاف منك؟ لأنه كل البنات بيخافوا. كل البنات؟ ايه هذا اللي بسمعه، ما في داعي تتضايقي. تركبي معي؟ يسلموا، أنا ما بحب المطارات أبداً. كلكم بتحكوا نفس الحكي أوله وبس تجربوا بتتغيروا، وأنا متأكد رح تعجبك الركبة على الموتور، ومتأكد كمان إنك ما رح تندمي. بالله جد؟ إيه؟ اسمعوا لا غبي وفهم، أنا ماني مثل البنات اللي بتعرفون ماشي؟ بعدين أنت مو بتشتغل بمحل فطاير؟ إذا بدك توصل طلبية قلي، بلكي بدلك وين؟ لا ما عم دور على العنوان، أنا ساكن هون بالطابق الثالث واسمي رضا. بس خالي امل اللي ساكنه هون. صح، وانا هلا قاعد معها، بشوفها بس وقت الاكل. انت ابن اخوه للخالي امل؟ وانت بنتها لياسمين مو هيك؟ جاية ضيف لعندها؟ لا، قاعد عندها بقيان هالفترة. كان ناقصنا مصيبة تانية. عفواً؟ عم قول لو توطي صوت الميتور شوي، لأنه يعني ما بتعرف، في ناس نايمة، في ناس مرضانة، وفي ناس عندها دراسة. بدك تفهميني إنه صوته بيزعجك وقت تدرسي؟ أصلاً مبين على شكلك إنك دريسة. طيب بتعرف أنت شو مبين شكلك يا مغرور؟ واحد أزعر وشايف حاله بميتوره وكتير غبي. إذا غيرتي رأيك أنا جاهز، بركبك على الموتور. غبي. وبعد ما فات هداك الزلمة على السجن بتروح لعنده وبتقول له إنه هي صغيرة مانا بنتك، وبتاخذ البنت وبترجع على تركيا. العمل وقاحة، الله يجيرنا من هيك ناس يا ربي. لا، وبتجيب البنت معها وبتقعدها وبتقول لها إنه هذا الزلمة مانو أبوك، وبتاخذها لتعرفها على أبوها، وفجأة بنلاقيها هيك بوشنا. أصلاً هي طالما حبلت منه ليش لا تتجوز واحد غيره؟ طيب تجوزتي وبلعناها، ليش بتروح وبتخرب الدنيا بعدها؟ صح. بصراحة هي حركات مالها كتير وسخة، استغفر الله العظيم يا ربي، ما بدي نم. إذا الوحدة ما استحت من حدا على القليلة تستحي من بنتها. أوف. حبيبتي هيك ناس ما عندهم حياة، أنا بعرف هيك ناس على فكرة. ها والله، واسألوا أمي، كانت جارتنا هيك ما عندها لا أخلاق ولا ترباية. كيفك ديما؟ أهلين ريهام. منيحة، وأنت كيفك؟ تمام. شو شفتي هذا الشاب الحلو صاحب الموتور؟ ساكن جديد بالحارة ما؟ إيه والله. شو أنت كمان شكلك مبين جديدة على الحارة، والله لو شفتك بالطريق ما رح أعرفك. هلا اتركينا مني. مين هذا الولد؟ تعرفيه؟ ايه، ابن أخوه لخالة أمل. لا. ايه، وجاي يقعد هون. هو ماشي حاله، بس كتير غبي وكتير قابض حاله، يعني على الفاضي. بيتصرف على إنه الشاب ذكي وما حدا بيشبهه، بس للأسف كمان غلطان، يعني حسيته سخيف. ايه، ومطول هون بالحارة؟ ايه مطول. ريهام أنت كتير متغيرة. والله برأيي كمان انت صار لازم تتغيري ديما. ما بدي، انا هيك كثير مرتاحه. شبك لازم تكبري بقى، يعني عم بحكي مشانك. شو هاد اللي لابستي؟ طالعه مثل المره الختيار بهالثياب. شوفي حبيبتي، بكره المساء انا ورفقاتي رايحين نسهر نتسلى، شو تروحي معنا؟ ليش خالة نيرمين تخليكي تسهري برا؟ وليش ما تخليني؟ اصلا ما عندها حل بنوم. شو نسيتي؟ نسيتي اللي صار بسببها؟ لك حاج تحكي هيك ريهام، يعني امك وهي عم تحكي كانت رح تموت شوي تانية. بسيطة، مو مشكلة. يلا أنا لازم أقوم. مثل ما بدك، بعدين بشوفك. مراد؟ مرحبا. أهلين، كيفك؟ منيح، أنت كيفك؟ أنا كثير منيحة. شو كأنك ما عم تقدر تفارق هالحارة، شو القصة؟ ولا شو جاية؟ هي كمان حارتي إلي، بس أنت لي شو قصتك؟ هي السيارة إلك؟ إيه، من خالتي. ولأنه ما معي شهادة سواقة جابت لي شوفير. نيالك، المهم إنه صار عندك سيارة. هسا فيك كتير تغيرت يا مراد، وعن جد صاير كتير حلو. ايه مراد، انت هلا اجيت لتشوف مين بالحارة؟ انا اجيت لحتى اشوف خالة امل وما لقيتها. بابا طلب منا انها تبيع البيت، وانا ما بدي اياه يبيعه. يعني مراد هلا شغلتك صارت البيوت والسيارات والبيع والشراء، ما هيك؟ كنت بدي اقول لك شغله، بتتذكري هداك اليوم لما حكينا على التليفون؟ ايه، وقلت لي خلينا شي يوم نطلع نتعشى. كيف يعني؟ انتوا عن جد عم تحكوا؟ يا الله، شو اثنيناتكم دقه قديمه. شو رايك نطلع اليوم المساء؟ ايه طبعا نطلع. اذا هيك ماشي، انا بجي باخذك على 7:30. تمام، اتفقنا. معناها نلتقى اليوم. ماشي الله معك. يلا بشوفك. لك تركي من ايدك بقى مشان الله، شو صار لك حبيبتي نيرمين من وقت ما قعدنا وانت نازله شغل؟ لسه يلا 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 وقفي شوي، اللي بيشوفك بيقول عروسه مو ملحقه تشتغلي بجهازك. والله عصبتني. دقيقه بس، بالله فهمينا شو عم تساوي وشو القصه؟ مزبوط اكيد في قصه، لحالك احكي. نيرمين يا بنات، حسام بيك شافني وعرض علي الزواج. والله العظيم امبارح حلمت اني كنت عم خيط فستان عرس، بس ما عرفت الفستان لمين. اكيد هذا تفسير المنام. انت مو حاسه انه القصه صارت بسرعه؟ ايه تركيات كملنا القصه، اكيد الزلمه حابك. ايه ريهام وكرم شو قالوا؟ يا جماعه لا تضغطوا علي اكثر من هيك، اصلا يمكن انا ما اقبل. ما صدقت اخلص من كل المشاكل، انا خجلت وما قدرت اقول له لا. حسيت انه عيب، ولما فكرت بعمري وبولادي كمان عرفت انه القصه كلها مو ظابطه. بس لك شو هالحكي حبيبتي، شو دخل هي بهي؟ انت لا تقولي هلا بيصير وما بيصير، استني شوي وفكري اكثر. ايه قولي لي عاجبك؟ هالموضوع كله ما خطر ببالي، يعني لسه ايده ما لمستها. ولا تقولي لي ما حاول يعمل شيء. شو؟ لك نيرمين انتي من اي عصر جايه؟ والله قصتك قصه حبيبتي، هالايام ما ضل في حدا بيستحي من هيك شغلات. ولو رضا اسمع لقلك، بعرف انك شب طايش، بقى اذا ما بدك تشتغل احمل حالك واطلع من خلقتي، لا تعذبني مو ناقصني. بعدين شوف، ما بدي اعلق بلسان امك، هي بتحكي كثير. لك يا عمري يا احلى عمه بالدنيا، انت ليش ما عم توثقي بحكي؟ قلت لك انا تغيرت والله. بلا ها كثير تغيرت، واضح داير لي بالشوارع من الصبح لهلا، وما قعدت بالبيت ودرست. لاقي لك شي شغله تشتغلها دور لك شوي، ما بصير هيك تضلك قاعد لا شغله ولا عمله. صرت شب والله مو حلوه، لو مجوزينك كان عندك ولد بطولك. بقى اسمع منيح وفكر، لا تجيب لي مصايب احسن لك. مو على اساس بدك تاخذيني على السوق معك؟ شي بياخذ العقل والله، من وين طلعت اللي بروحه السوق؟ لسه هلا جيت. فهمني انت ايمتى بدك تدرس؟ بدرس، بس نحن ما بلشنا لهلا. تفو صرت أطول مني وعم تكذب علي بوشي كمان، قليل أدب. برأيي بلاها كلمة عمتي، رح أقول لك أمل. مو أحسن؟ بالله؟ أها. بدك تشيل الرسميات وتعاملني إني رفيقتك؟ مفكرني وحدة مثلهم؟ يعني مو مبين عليكي، بعدين ما رح يصدقوا إنك عمتي. والله صاير بينخاف منك. استغفر الله، انت ما رح تتغير ما هيك ولا ازعار. يلا يلا قوم نروح حبيب قلبي. يلا قوم البس وخلينا نروح على السوق بسرعه، العمى شو ازعار. لا هي ازعار ما حبيتها منك، برأيي تقولي يعني روح البس يا احلى شب، بتكون منطقيه اكثر. فكري شوي وبعدين. لا ولا بسرعه.